زي ما قلت لكم طبعا معسكر الامارات الحقيقه كابتن احمد دنا عليه بعض يعني المعلومات سريعا، بس انا خليني بقى اقول لكم كمان معلومات عن الفرق المشاركه في البطوله، خاصه البطوله اللي هي هتبدا من يوم 18 ل 24. هتقام بطوله تحت رعايه سمو الشيخ دياب بن زايد ال نهيان، ويبقى فيها الاربع فرق اللي اتكلمنا عليهم: الوحده الاماراتي والزمالك المصري والاتفاق السعودي وام صلال القطري على استاد ال نهيان. الزمالك هيلعب اول ماتش يوم 20، بس خليني اقول لحضراتكم انفوهات عن الفرق اللي هتكون معانا بقى بالتفصيل شويه. احنا معانا فريق الوحده الاماراتي، كان تاريخ تاسيسه 1984. اهم الالقاب اللي حصل عليها فريق الوحده الاماراتي هو الدوري الاماراتي، حصل عليه 4 مرات، كاس الرئيس مرتين، كاس السوبر 4 مرات، كاس الاتحاد 3 مرات. موقف فريق الموسم اللي فات 2022-2023 احتل المركز الثالث في الدوري القطري، وفي الموسم الحالي الى الان هو بيحتل المركز السادس. مديره الفني ارنو بوتيتونينج من هولندا. اشهر اللاعبين الحاليين اللي بيلعبوا فريق الوحده الاماراتي هو عمر خربين. طبعا عمر خربين لعيب سوري مميز جدا، وهنا لعب في صفوف نادي بيراميدز ولعيب الحقيقه مميز جدا. اشهر المديرين الفنيين اللي مسكوا فريق الوحده الاماراتي طبعا كابتننا الكبير كابتن حلمي طولان، حشمت مهجراني من ايران، كابتن محمود الجهري طبعا كابتننا الكبير، كابتن احمد رفعت كابتننا الكبير، جو بومفرير من هولندا، رود كرول هولندا، كابتن احمد عبد الحليم كابتننا الكبير طبعا، راينر هولمان تي تي البرازيل، سامي الجابر السعودية، خفير أجيري المكسيك، بيتسو موسيماني جنوب أفريقيا. أشهر اللاعبين السابقين طبعا أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر الحالي كان موجود، والحقيقة يمكن من الناس اللي احترفوا في فريق الوحدة الإماراتي. ده بالنسبة لفريق الوحدة. كمان معانا فريق الاتفاق السعودي. فريق الاتفاق السعودي تأسس سنة 1945. اهم الالقاب اللي حصل عليها فريق الاتفاق السعودي: الدوري السعودي مرتين، كاس الملك مرتين، كاس ولي العهد مره واحده، كاس مجلس التعاون الخليجي 3 مرات، كاس ابطال الدوري العرب مرتين. موقف فريق الموسم اللي فات 2022-23 احتل المركز السابع في الدوري، وفي الموسم الحالي يحتل المركز الثامن في الدوري. المدير الفني ستيفن جيرارد طبعا نجم انجلترا، المدير الفني الحالي. اشهر اللاعبين الحاليين: جوردن هاندسون من انجلترا، جورجينيو فينالدوم من هولندا، موسى ديمبلي من فرنسا. اشهر المديرين الفنيين: خليل الزياني من السعوديه، توني من البرتغال، ثيو بوكير من المانيا، خوان كارلوس جاريدو من اسبانيا، باتريس كارتيرون فرنسا. اشهر اللاعبين السابقين: جمال محمد وسمير كمونه. لو قلت لكم الفرقه الثالثه اللي معانا أم صلال القطر، تاريخ التأسيس 1979. الألقاب اللي حصل عليها: كأس أمير قطر مرة واحدة، كأس السوبر القطري مرة واحدة. موقف فريق الموسم اللي فات: احتل المركز العاشر في الدوري، وفي الموسم الحالي يحتل المركز السادس في الدوري. المدير الفني الحالي مستر باتريس كارتيرون من فرنسا طبعا. أشهر اللاعبين الحاليين: أندي دولور الجزائر، أسامة طنان من المغرب. أشهر المديرين الفنيين: الأخضر بلومي الجزائر طبعا، عبد الحق بن شيخة الجزائر، جيرارد جيلي من فرنسا، محمود جابر طبعا من مصر. أشهر اللاعبين السابقين: بابا ماليك وأحمد فتحي ومانيو ألفيز من البرازيل.